أين يكون الهدي الذي أشرتم إليه قبل قليل في الدرس؟ كيف أين يكون الهدي؟ هل مكان الهدي؟ الهدي على قسمين، الهدي على قسمين، هدي يسوقه من الحل وهدي يشتريه من الحرم. اللي يسوقه من الحل ما يحل من إحرامه حتى يذبحه سواء كان حاجا أو معتمر. اللي يشتريه من الحرم هذا ما يتعلق بالحل، ما بالإحلال له أنه يحل من إحرامه إذا أدى المناسك ولو لم يذبحه. نعم.